الامتهان بياخذ اشكالا مختلفه، يعني لما يبقى سواء بقى دسته قدم مدرسه او سقط في بئر موجود بجوار مدرسه والناس بتحذر منه. انتوا شايفينه ده، تخيلوا في مسؤول ممكن يكون مسؤولا ويستحق لقب انه مسؤول، وفي بير او بيارة مفتوحة بالشكل ده جنب مدرسة والناس بتحذر منها. طب ما هو لازم هتحصل كارثة، هنستنى لغاية ما تحصل؟ طب هي حصلت، وفي تلميذ الان بين الحياة والموت، اهو ده صورته مصاب بارتجاج في المخ بين الحياة والموت، دي الصورة بتاعته، ودي صورة امتهان تانية. الامتهان بس مش بانه مدرسة تدوسه بالحذاء، لا، ده احمد مصطفى عباس عنتر ضحية مدرسة قرية سيف النصر التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، بئر صرف صحي زي ما انتوا شايفينه، بسبب انه لا في مسؤول قال تعالوا نغطيه. يا جماعة ده هنا أطفال، ده هنا نشأ. في مصر تمتهن حياة البشر بأشكال مختلفة. من لم تدوسه حذاء، من لم تدوسه حذاء هيقع في بئر، هيقع عليه إزاز مدرسة، بوابة حديدية، أشكال الامتهان والإذلال بأشكال مختلفة يعني. أو في المستشفيات، أو في باستخدام سلاح لضابط شرطة يعتقد إنه ضابط الشرطة يجب أن يفعل ذلك، لا يعني حتى يعني ما بياخدش زملائه قدوة يعني. أو المشاهد أنتوا شايفينها، مشاهد الإهمال المختلفة، وده إهمال قاتل يعني. والد التلميذ الضحية الأستاذ مصطفى عباس والد أحمد. يا أستاذ مصطفى أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ. أستاذ مصطفى، أنا يعني عايز قبل ما أسألك عن حالة أحمد، يعني البير ده أو البيارة دي موجودة جنب المدرسة على طول؟ جنب المدرسة، ده في الحوش بتاع المدرسة، جنب المدرسة مباشرة. لا في الحوش يعني المدرسة. جوه المدرسة ولا جنب المدرسة؟ في المدرسة جوه. يعني ده موجود داخل المدرسة في الحوش؟ داخل المدرسة قدام حضانة كمان، يعني الحضانة في المدرسة، يعني أطفال عندها 4 سنين وثلاث سنين وخمس سنين. والأهالي نبهوا؟ الأهالي نبهوا قبل كده؟ الأهالي عملوا كذا شكوى مشكورين، ما حدش بيسمع كلامهم. كل ما حد يسك البير، المقاول اللي هو واخد شغل في المدرسة، واللي حضرتك شفت المقطع وحوالينه طوب وشغل كده، فما بيجي يشيله ويسيبه يمشي مفتوح. انا ما اعرفش مين المسؤول، يعني هو المسؤول عن الحاجات دي المفروض الإدارة بحالها طبعا. يعني ازاي مدير مدرسة او حتى وكيل وزارة التربية والتعليم لو كان بيعدي على المدارس كده، يعني ازاي الناس سايبة ده موجود داخل المدرسة او جنب حتى المدرسة؟ يعني انا مندهش ان انت بتقول لي موجود داخل الحوش بتاع المدرسة. داخل المدرسة نفسها، يعني داخل الحوش بتاع المدرسة، يعني الاطفال لما بيطلعوا للفسحة ولا اي حاجة يلعبوا في المدرسة، والاستاذ اللي حواليه كده كله. ابنك كام سنة؟ ابني 8 سنين، تانية ابتدائي، الصف التاني الابتدائي. تانية ابتدائي 8 سنين. 8 سنين ابنك وقع فيه ازاي بقى؟ انا ما اعرفش هو ازاي، بس اللي انا اعرفه ان هم اتصلوا بيا ولا في الشغل قالوا لي ابنك وقع في البير بتاع المدرسه. طبعا انا شايف البير، ما تخيلتش جاء، يعني مشكورين طلعوه، بس تطليع يعني ما لقوش الولد في البير، جابوا سيخ حديد من اللي هم شغال بيه المقاول او شغاله بيه المدرسه او شغاله بيه التجديدات، وفضلوا يعملوا بيه في الميه كده لغايه الولا ما شبك في السلك، شبك الولا وطلعوه.
يعني ابنك كمان وقع تحت في البير وحاولوا يطلعوه في الاول، وبعد كده عملوا السيخ الحديد ده فالواد مسك فيه. لا مسك في هدومه الولا، هو مسك السيخ مسك في هدومه هو. بالظبط. خدوه وراحوا لاقرب دكتور بيني وبينه 10 كيلو. الدكتور ما قبلوش. طيب ده طالع من غرق، في حاجه اسمها اسعافات اوليه، يعني تنفس صناعي على طول. ما حطوش. يعني اول دكتور شافه على بعد 10 كيلو؟ 10 كيلو. بعد كده خدوه من عند الدكتور بدل ما يشوفوا. انتوا ما فيش مستشفى جنبكم خالص؟ في مستشفى لازقه يعني سور المدرسه لازق فيه سور المستشفى، مستشفى حكومي ما بتشتغلش خالص، ما خالص، يعني ما بيجولهاش الا يوم في الاسبوع، وهم ما بيجوهوش كمان. يعني المستشفى دي لو حضرتك شغاله مش كانت نقذت ابني؟ بدل ما هو بقاله 8 ايام او 7 6 ايام النهارده، ده السابع من يوم 18 في العنايه المركزه، مش كانت نقذت ابني؟ عملت له تنفس يعني، جت الاسعاف وخدته. يعني في مستشفى جنب المدرسه مقفوله بتفتح يوم في الاسبوع، والدكاتره ما بتجيش، وتدخل تصرف في روشته او تجيب شريط برشام، بيشتموا وبيزقوا وبيعندوا ومفيش دكاتره، مفيش بكره، مفيش دواء كده يوميا، كل ما يجوا ما بناخدوش منهم منفعه خالص. المستشفى يعتبر مش موجوده في القريه، ما بتشتغلش، ما فيهاش خدمات، ما فيهاش دكاتره، ما فيش وزاره الصحه بتدور عليه زي المدرسه. ولا في وزاره صحه، ولا في وزاره تربيه وتعليم، ولا في صحه، ولا في تعليم، ولا في حكومه اصلا. يعني انت مستشفى، اول مره اشوف مستشفى بتقفل وتفتح يوم في الاسبوع يعني. ولو فتحت اليوم. طيب واقرب حاجه على بعد 10 كيلو كمان، اقرب دكتور خاص على 10 كيلو. فابنك هنا يعني ساءت حالته الصحيه، وهو في الانعاش بقاله كام يوم؟ من يوم 18 في العنايه المركزه. العنايه المركزه من يوم 18 لحد الان، النهارده 24 باينه. ربنا هيشفيه ويقومه بالسلامه ان شاء الله. يعني بعد كده يا استاذ وائل راحوا عند الدكتور ده حولهم على مستشفى العمليه. بين المدرسه ومستشفى العمليه 23 كيلو، وكل ده والولد ما تعملوش اي اسعافات. الولد ما عملوش اي اسعافات اوليه، 23 كيلو شايلينه في عربيه ويجروا بيه، ابني ميت. 23 كيلو ما يعملوش تنفس صناعي، ما يسيبوش عند الدكتور ويتصلوا باسعاف. ده المدرسين يعني لو واحد من عيالهم او واحد من عيال عيالهم مش هيعملوا معاه كده. ابني متلقح بين الحياه والموت. انا عاوز حق ابني، عاوز حق، يعني بناشد وزير التربيه والتعليم يجيب لي حق ابني. ابني هيروح مني. التامين الصحي مش عارفين يصرفوه لي يا استاذ، مش محدش بيجي لي عليه، محدش بيجري لي عليه. انا قاعد بالولا، انا ما روحتش بيتي من 6 ايام ولا 7 ايام، ولا حتى المدرسه تكفلت بعلاجه، ولا المدرسه منزعجه من اللي حصل له يا استاذ. انا بدفع من جيبي، ولا الوزاره ولا اي حد، ولا اي حد سال فيا، ولا اي حد بقول لحضرتك الجواب بتاع التامين الصحي مش عارفين يخلصوه، بيجيبوا لي اختام وانا اللي بجري بيه بقالي 3 ايام ولا يومين. وكل ما اروح النقراشي تقول لي مش عندي، اروح البحيره تقول لي مش عندي. انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اعمل ايه. طيب لغايه ما جيت مستشفى العمليه، مشكورين الدكاتره، الحاله سيئه قدامهم وما رضوش يحولوها، رافه بالطفل الصغير اللي عنده 8 سنين. لو كانوا حولوني كنت رحت لسه اسكندريه مستشفى الميري او مستشفى اي الشطبي، يعني بيني وبينها بتاع 40 45 كيلو. مشكورين تقبلوا الحاله وتعاملوا معاها، ولسه في العنايه. ربنا معايا، ربنا يلطف بيه، ربنا هيقومه لك بالسلامه ان شاء الله. انا عاوز حق ابني يا استاذ، انا عاوز حق، واحنا معاك لغايه ما تاخد حق ابنك، لانه للاسف أنا الشديد أنا أنا, انا 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 خايف الموضوع يموت، انا خايف الموضوع يقضوا عليه. انا انت خايف انت انت, انت انت عملت محضر في الـ في الـ في الاسم؟ انا عملت محضر في المستشفى، معمول لي محضر بحاله الولد.
ومعي تقرير طبي، والجماعه رئيس المباحث بتاع كفر الدوار جالي وعمل معايا محضر هنا وعاوزين هناك، بس انا ما اقدرش، انا راجل وحداني ما اقدرش اسيب الولا واروح للنيابه. انا بجيب له في اليوم دواء ب 500 جنيه من الاساطر وشفاطات عشان تسحب الميه اللي على الكلى المتراكمه. عندي كليه ابني باظت، عندي الكلى اليمين باظت عنده متراكمه، ميه متراكمه مش راضيه تطلع. ربنا هيشفيه ان شاء الله. وانا هتابع معاك يا جماعه انه ناشد وزير الصحه. يا جماعه طفل سقط في بير داخل مدرسه، مفيش مستشفيات ومفيش علاج ولا في حد بيتضامن مع الـ مع الـ مع الاسره. وزير التربيه والتعليم سمع او لم يسمع بهذه الواقعه، هي بتوصل له ضمن وقائع يوميه بنجيبها في وزارة الإذلال والمهانة. وزارة التربية والتعليم أصبحت وزارة الإذلال والمهانة للنشأ والأطفال، ما بين مدرسة تدوس على تلميذ لتلميذ يقع في بير أو بيارة داخل مدرسة. حد يتخيل ده، يتصور ده؟ يعني هنا لا مدير مدرسة ولا وكيل وزارة ولا وزير يهتم، يبقى الأطفال هيضيعوا ما بين إذلال ومهانة على إيد البعض أو الموت بالشكل اللي احنا شفناه في أكثر من واقع. أنا هتابع معاك إن شاء الله وبشكرك. أقول لكم تعليقات